اليوم في حياتنا لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا هدف، والذي يعيش بلا هدف يعيش على هوامش الحياة لا يعيش بداخلها. لا يستطيع أن يحقق الإنسان بغيته في الحياة إلا بأهداف يرسمها ويخطط لها. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المخططين، كان دائما يخطط وينظر إلى المستقبل، صاحب رؤية مستقبلية استشرافية استراتيجية بعيدة المدى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم تحقق أهدافه التي كان يراها، إلا بعده جاء جيل من الصحابة ووصل أبو أيوب حتى مات على أسوار القسطنطينية. لكن هذا الموعد وعده به النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الخندق، قال تفتح لكم القسطنطينية، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت أحلامه وأهدافه بعده أجيالا من الصحابة يسعون لتحقيق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كرؤية بعيدة. فالإنسان كما اتفقنا لا يستطيع أن يعيش بلا هدف، ولكن في الحياة في هدف نرسمه لأنفسنا، وفي الحياة هدف موازي هو اختيار الله لنا، وقلنا موازي لأنه يمشي مع هدفك الذي رسمته وصممته لنفسك. الصحابة لما خرجوا ما خرجوا لغزوة بدر، ما خرجوا للقاء قريش، ولكن خرجوا لقافلة أبي سفيان، صح؟ هذا هدفهم، ورب عز وجل في القرآن بيّن هدفهم، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني أنتم لا تريدون الحرب ولكن الله هو الذي أراد هذه الحرب. هذا الهدف الموازي. فلما خرجوا لهدفهم وذهبت قافلة أبي سفيان وانقطع عنهم سبيل الهدف الذي رسموه لأنفسهم، النبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل يسألهم، أشيروا علي يا قوم، خلاص القافلة ذهبت والآن قريش خرجت إلينا. هنا كان الفاصل في هذه المعركة، هنا الفاصل. بعض الناس اليوم يمشي في هدفه، فإذا توقف هدفه رجع إلى بيته قافلا، خلاص يقول انتهت الأمور وخلاص ييأس ويترك كل شيء. هو لو نظر عن يمينه أو شماله لوجد هدف الله والهدف الذي رسمه الله له، الهدف الموازي، ماشيا يمشي به أبعد مما خطط له، لكن هو يقفل راجعا إلى بيته وييأس ويترك كل شيء. كان النبي يسألهم أشيروا علي يا قوم، فقال أبو بكر وأحسن، وقال عمر وأحسن، وقال سعد بن معاذ، يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وصالح من شئت وعاد من شئت، والله لو خضت بنا البحر الخضم ما لخضناه معك، ولا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكم مقاتلون. فالنبي اطمأن أن الصحابة عندهم من المرونة التي تجعلهم لما توقف هدفهم الذي رسموه تحولوا إلى الهدف الموازي الذي سيوصلهم أبعد مما خططوا.